دلوقتي عايز هي اقول لك ان طولها انا مية تلاتة وخمسين ووزنها 61 وعايزة تخس. وزنها كام؟ 61 او طولها مش عارف هتروح فين دي. وطولها 153 عايزة تنزل شوية بسيطة يعني. تمام، خلينا اديك شوية نصايح كده. هو طبعا في البداية يعني احنا بنتكلم في ان احنا مثلا وليكن بنتكلم من 3 ل 5 كيلو، نقدر نقول ان هم كويسين قوي ان احنا ننزلهم يعني بالنسبة للوزن والطول بتاعها يعني. بتقول لك عايزة تنزلهم في أسبوع عشان يعني راحة مصيف وكده. والله بص هي هقول لك بتتكلم حاجة. على فكرة بجد، طب في حد ممكن ينزل في ظرف أسبوع يعني في 7 أيام كده يقدر ينزل 5 6 كيلو ولا صعب؟ ممكن ماشي، طب ايه الطريقة طيب؟ بس انا ما بنصحش بممكن يعني، ما هو ممكن اي حاجة ممكن، لكن هل هي صحية؟ هل هي هتكون مفيدة ليها؟ هل ممكن تأثر على صحتها؟ هل تنزل في الوزن وتسبب مشكلة صحية عندها كنتيجة لفقد عناصر غذائية معينة تانية؟ يبقى بنحل مشكلة وبنبوظ مشكلة تانية في الجسم. هي دي ده السؤال بقى، هو أنا بتكلم في كده. أنا ممكن ننزل في الوزن، ممكن ننزل في الوزن مثلا في ناس، بس هناك ممكن ننزل في الوزن كتير قوي. أنا مثلا هي بتقول مثلا عايزة تنزل 3 كيلو، ماشي 3 كيلو ممكن تبقى مناسب لو هي مثلا لسه هتبدأ نظام، لكن هي لو بدأ نظام مثلا من فترة طويلة ونزلت وفاضل لها مثلا 3 4 كيلو ولا 5 كيلو اللي احنا بنتكلم فيهم دلوقتي، لا فالموضوع بيبقى مختلف، بخلاف إن هي أصلا هي وزنها كويس وزنها مثالي أصلا أو وزنها صحي. مش عايزين نقول مثالي، في فرق بين الصحي والمثالي يعني، نقدر نقول المثالي ده اللي أنا وصلت لدرجة عالية جدا من الصحة، ان انا خلاص جسمي بقى متقسم والوزن بتاعي مثالي وشكلي جذاب ومواصفات معينة. ده بالنسبة سواء كان للراجل او للست يعني، بتكلم مثلا يعني سواء كان فيتنس عند الراجل او جسم متناسق عند الست. هقول لها على شوية حاجات كده. طبعا هو طبعا لابد في البداية لو احنا عندنا مشاكل صحية في سمنا، عشان بس محدش ياخد كلامي ويقول ده الدكتور احمد قال كلام وما حصلش. فالايه يبقى المقياس في ايه؟ المقياس ان احنا نشخص الشخص تشخيص صحيح، ما هو سبب السمنه اللي موجوده عندي. قد تكون مثلا سبب السمنه امراض معينه زي مثلا مرض السكري، قد يكون مثلا مشاكل في الغدد، قد يكون مشاكل صحيه معينه عليكم تانية مشاكل هي سبب في السمنه عندي، لكن احنا استبعدنا كل المشاكل الصحيه والحمد لله احنا صحيا بخير. وكنتيجه لهذا لهذه يعني للحاجات اللي انا من احنا ما عندناش امراض، نبدا ان احنا نمشي على هذه النصائح. ايه بقى يا دكتور احمد النصائح اللي انت بتنصح بيها؟ النصيحه الاولانيه اللي انا بنصح بيها بقول يا جماعه لو عايزين تخسوا ناموا مبكرا. في النصيحه الاولى في التخسيس ان 70% من الجسم بتاعنا ميه، 90% من الدم بتاعنا ميه، 70% من العضلات بتاعتنا ميه، 23% من العظم بتاعنا ميه، 63% من الجلد والبشره بتاعتنا ميه. الميه هي الوسيله اللي بتنقل لنا المغذيات لجميع خلايا الجسم، يعني الخلية ما تقدرش تعيش بدون ما يوصلها الغذاء بتاعها. الوسيلة اللي هتنقل لنا الغذاء بتاعنا هي المية، وكأن الخلية لا تستطيع أن تعمل بفاعلية إلا في وجود الماء. ويكفي قول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي، لكن هناك طريقة لشرب الماء إذا أردنا أن نخس يا رفاق. يا أوجي سمعاني ولا أنا بكلم نفسي؟ احنا عاملين القصة دي كلها علشان ركز. يبقى أول حاجة قلنا بنتكلم مثلا وليكن في المية، هناك طريقة لشرب المية، ممنوع شرب المية أثناء الوجبة عشان ما نخففش العصارة الهاضمة بتاعتنا، أو بعد الوجبة مباشرة، ده ممنوع ولا في وسط الوجبة ولا بعد الوجبة. شرب المية يكون إما قبل الوجبات بنصف ساعة أو بعد الوجبة ب 40 دقيقة حد أدنى، ويفضل لو عدينا ساعة أو ساعتين يبقى أفضل كمان. يبقى أتكلم في المثالية قوي ممكن نعدي ساعتين، لكن مش قادر خلاص 40 دقيقة كافية وكويس نكون عدينا 40 دقيقة. يبقى شرب المية قبل الوجبة بنصف ساعة لو عايزين نخس، كوبايتين مية قبل الوجبة بنصف ساعة حسسونا بالشبع، هناكل كميات أكل أقل يعني بناخد سعرات أقل يعني هنخس. ده كده رقم واحد، زائد ان المية صفر سعرات حرارية. تمام، ده كده بالنسبة للمية. ايه تاني يا دكتور احمد؟ طبق السلطة خماسي الالوان بتاع الدكتور احمد عطية الدهشان. ما هو طبق السلطة خماسي الالوان بتاع الدكتور احمد عطية الدهشان؟ يعني اللون الاخضر اللي فيه الخس والجرجير والكرفس والبروكلي والشبت والبقدونس والفجل والرجلة والكابوتشا والايسبرج والملفوف واللهانة،
كل الالوان الخضراء تقدر تحطها في اللون الاخضر في طبق السلطه، اللون الاحمر زي البنجره والشمندر، اللون البرتقاني زي الجزر، اللون الاصفر زي الليمون والفلفل الاصفر، اللون البرتقاني زي الجزر. طبق السلطه خماسي الالوان بتاعي ده، انا سميت الطبق ده باسمي مخصوص علشان كل حاجه محطوطه في طبق السلطه ليها قيمه كبيره، وزي ما القيمة اللي أنا بديها لك دلوقتي أنا سميته باسمي عشان بديك قيمة كبيرة، فما تستهتريش بطبق السلطة خماسي الألوان اللي أنا بديهولك يا أوجي. اتفقنا على إيه؟ طبق السلطة خماسي الألوان. عايزين نخس تخسيس فعال يبقى لازم فيتامينات.